بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير والمحبة وحياكم الله أحبابنا وين ما كنتوا تتابعونا داخل الكويت وبرا الكويت، ومساء جميل جمعنا معاكم على الخير والمحبة وبرنامجكم برنامج مسائي على الهواء مباشرة من تلفزيون الراي. اليوم راح نتقي مع ضيوف مميزين متألقين، شكرا لقبولهم هذه الدعوة. والانطلاقة اليوم راح تكون مع عالم الشعر والشعراء. الشعر جميل ونحتاج احنا نسمع الشعر بين فترة وفترة، والأجمل من يؤدي هذا الشعر بإحساسه الدافئ. اليوم راح نلتقي مع ضيف مميز، لا جمهوره لا متابعينه لا قصاده لا ديوانه، مو الطبعة الأولى بعد، لا الطبعة الثانية. فجميل أن الشاعر يهتم بنفسه ويهتم ببنات أفكاره اللي هي قصاده ويوثقها بين فترة وفترة، والأجمل هو جمهوره اللي يطلب منه أكثر وأكثر. اليوم نورنا باستديو مسائي ونرحب فيه ضيفنا الشاعر عبد العزيز فايز. مساء الخير أخوي عبد العزيز، حياك الله. يا مرحبا بتركيا، تشرف طبعا فيك و بثاني لقاء لي بتلفزيون الراي، تلفزيون العريق. اللقاء الأول طبعا كان مع الأخوان في رايكم شباب، واللقاء الثاني في مسائي، وهذا يزيدني فخر أن ألتقي فيك أنت شخصيا ويسعدني هذا الشيء. حياك الله، وإحنا سعيدين بتواجدك معنا، وتلفزيون الراي دعم للجميع بالتأكيد. فأعتقد هذا كانت من سنوات طويلة، كانت مع البدايات، يمكن أنت تتكلم في 2012-2011، واليوم أنت متواجد معنا، حياك الله، شرفت ونورت. والساحة والمكان والتلفزيون مفتوح للجميع لكل من يتابعنا، فأنتوا شباب لكم كل الدعم اللي تستحقونه لكم، أنتم متميزين طرحكم وأنت متميز. فاليوم راح نتعبك شعر، الله ولا تبي أسئلة؟ لا والله نبي شعر، ما نبي أسئلة، احنا إن شاء الله نحب الشعر أكثر من الأسئلة. حاضر، راح نخليك تقول الشعر طال عمرك وراح نسألك بعد. لكن الغياب هذا المتذبذب بين فترة وفترة عن الساحة الشعرية تحديدا، وينك عنها؟ خلي اللقاءات الإذاعية الصحفية التلفزيونية، لكن في المناسبات الشعرية تحديدا لماذا هذا؟ هل هو تقصير منك أنت أم من الجهات المعنية في دعوتكم ومشاركتكم؟ طبعا أخوي أبو تركي، مثل ما أنت عارف أي مجال لابد أن تدخل في المحسوبيات، هذا شيء منطقي وهذا، لكن مو شيء أساسي أن أنا مبتعد أو مو شيء أساسي أن أنا متواجد. لكن كل مهرجان له ناسه له أموره لها أشياء، ممكن بعض المهرجانات احنا كشعراء شباب ندعي المهرجانات هذه، لكن نرفض أن نخرج المهرجان هذا. على سبيل المثال يعني مهرجان معين ما يعجبني تنظيمه، ما يعجبني أموره، أنا ماني مجبر كشاعر يعني أطلع بالمهرجان هذا. ما يضيف لك بالتأكيد. بالضبط، ما يضيف للمهرجان هذا أبدا. شوف أنه يسيء لك يعني، إذا ما كان منظم بالشكل المطلوب والمحترم والراقي قد يسيء للشاعر. بالضبط بالضبط أخوي أبو تركي، يعني على سبيل المثال أنا أطلع بقناة مثل قناة الراي، تضيف لي حتى لو أطلع 10 دقائق، لكن أطلع بقناة ثانية لو لقاء كامل ساعة كاملة ما تضيف لي بقدر ما يضيف لي اللقاء. يعني قصدك القبول والرفض هو راجع لتقييمك الشخصي. بالضبط. هل أفهم أنه قدم لك عروض أنك تشارك في أحد المهرجانات وأنت رفضت أنك تشارك، كان المهرجان دون المستوى؟ والله تقدم لي عروض من غير ذكر أسامي باسم المهرجان، نعم، لكن أنا رفضت أني أشارك فيه. طبعا المهرجان الأول عندنا بالكويت مهرجان هذا فبراير، صحيح، مستحيل أي شاعر لو ترسل له دعوة من مهرجان هذا فبراير يرفضها، نعم. لكن ما حالفنا الحظ أنها ترسل دعوات، وإن شاء الله القادم أفضل. تواصل معهم، تدق عليهم تليفون تواصل اللي ينظمون يعني اللي ينظمون الأمسيات الشعرية الشباب، يعني نعرفهم وهم دائما يظهرون معنا ويتكلمون، أنهم الدعم الأول للشباب في الشعر. يعني نسمع الكلام ونسمع الضيوف الموجودين معنا، يعني في فرق كبير. يعني حضرتك تقول والله ما يدعونا، وهم يقولون إحنا ندعم الشباب، هل أنت قاعد تتواصل معهم؟ يمكن ما يعرفونك الجماعة أو مو متواصلين معاكم. طبعا أخوي أبو تركي، أنت تسولف عن مهرجان كحجم هلا فبراير، هلا فبراير مهرجان عظيم، وثاني شيء الإخوان اللي هناك ما يلامون، يعني كم شاعر بالكويت، كم شاعر جميل، كم شاعر مبدع، أكثر من 150 شاعر إلى 200 شاعر، صحيح، يعني مهرجان فبراير سنويا يقام مرة، صحيح، يعني على مدى كم سنة مستحيل يعني يستضيفون كل الشعراء، حتى الإخوان اللي بهل فبراير ما يلامون يعني. احنا ما نلوم الاخوان لوم كامل، لا، هم احنا كشعراء لازم نعطيهم يعني نسمح لهم انهم او بالاصح اننا نعذرهم، نعذرهم كمهرجان، لان لا ما نعذرهم، مهرجان كويتي في النهايه يا عبد العزيز، يعني انتم اولى، يعني انت مو مشكله تستضيف ناس من برا، لكن طعمه بالكويتيين. بالضبط. اليوم السوشيال ميديا يعني قصرت المعرفه. بالضبط، لكن انا عندي كم كبير من الشعراء وعندي مثلا 7 أمسيات أقسمها على 7 أمسيات الشعراء، مستحيل أني أوفي كل الشعراء بسنة أو سنتين أو ثلاثة. ما تشوف أن يعني في شعراء قاعد يتكررون كل سنة؟
ممكن في شعراء يتكررون كل سنة. هذه المحسوبيات لها دور. محسوبيات لها. إذا تشوف إن في محسوبيات. نوعا ما. 10% محسوبيات بس. ها زين 10% زين يعني الناس قد وصلتها 80. لا لا 10%. شو رأيك نريح بقصيدة؟ أبدا. شنو تختار لنا من قصائدك الجميلة؟ يقول حبيبي شجر عمري يخاف النزم الرعاد، تعال بدفى يدين حظ وتوسدها، أنا اليوم يومي والسما ما بها أعياد، ترى كنت سنتين الوصال وبعيدها، بلادي معك يوم مالي سواك بلاد، حدود البلاد براحتينك محددها، يا صوتي إذا ما فات صوتي وش اللي فاد، جروحي على ضرب الهوى لا تعودها، أحبك كثر ما طاح دمعي على السجاد وكثر ما طفت شمعة حياتي وأوقدها، حبيبي حبيبي والعمر ما يجي بعداد، يجي بالمواعيد اللي ذي بنت واعدها، مسافاتك القلبي قريبة لو انها بعاد، ومسافات غيرك لو قريبة تباعدها، وسوالفك لو انها قديمة تراها جداد، لجات السوالف من لسانك تجددها، يليت يليت ابتساماتك بأول لقاء تنعاد، أخاف أوصل النص الثلاثين وافقدها، أحب الصدف ما أحب حاجة على الميعاد، أنا نفسي اللي متوقع يسعدها، ما هو شرط تهديني مع الجرح والميلاد، يا حلو الهدايا اللي تجي غير موعدها. يا سلام يا سلام، صح لسانك صح لسانك. إذا بنعرف الجمهور على بدايات عبد العزيز، خلينا نقول بدايات، خل البداية الأولى، لكن متى تحسب عمرك الشعري عبد العزيز؟ من متى يحسبه؟ طبعا أخوي أبو تركي، أي شاعر لابد أنه يمر بعثرات، صحيح، يمر بخطوة وبطيحة. بداية الشعرية تقريبا كانت آخر مرحلة دراسية اللي هي مرحلة الثاني عشر، آخر مرحلة دراسية تقريبا بداية الشعرية كأول بداية بداية، لكن ما هي البداية فعلية. أول بداية أن الشاعر يوزن قصيدة، الشاعر يكون سعيد بالقصيدة هذه اللي يوزنها، لكن كبداية كبداية فعلية من بعد 2010 تقريبا إلى يومنا الحالي. يعني أنت تحسب عمرك من 2010 عمرك الشعري تقريبا؟ عمر الشعري 6 سنين. يعني من 2010 بالضبط. القصيدة اللي حققت نقلة في حياة عبد العزيز الشعرية، أي قصيدة بالضبط اللي لاقت استحسان الناس وانتشار بين الجمهور؟ طبعا هي قصيدة قديمة ما هي جديدة، تقريبا اللي أنا أشوفها النقلة النوعية من عزيز القديم إلى عزيز الجديد. القديمة قديمة جدا القصيدة، لكن إلى هذا اليوم يعني القصيدة أشوفها متداولة بأغلب مواقع التواصل الاجتماعي، يرددونها الناس. بالضبط. تذكرون بيتين ولا تذكرها كاملة؟ لا ماني ذاكرها، ما أحبها أنا. ما تحب القصيدة؟ أبدا. إيه الحين هي اللي حققت لك نقلة والجمهور حبها والناس حبوها، أنت محابها؟ دائم الشاعر يحب شيء جديد، دائم الشاعر يعني أي شيء جديد حتى لو أنه يعني المتلقي يشوف أن الشيء القديم أروع وشيء القديم أجمل، لكن الشاعر دائم يحب الشيء الجديد، الشيء الحديث، الشيء اللي يحس فيه أكثر يعني. لكن في النهاية هي قصيدة من بناتك، يعني ما راح تكرهها، يعني ما نعرف ليش أنت محابها. بالضبط. لا أنا ممكن كشاعر يعني يشوف أن الشيء الجديد اللي قدمه أجمل من القديم. نعم. يعني على سبيل المثال في بعض الشعراء في قصيدة واحدة أشرته، لكن القصيدة هذه يعني لو تقول له رد كرهها بالغاء مستحيل أنه يرد كرهها بالغاء، لأن الجمهور شيء والشاعر شيء ثاني. يعني الجمهور ممكن أنه يعشق القصيدة هذه، يحب القصيدة هذه. لهم حق عليك عبد العزيز. بالضبط، لهم حق. لهم حق بالزيد إن شاء الله قبل قديم. كيفك أنت يعني ضيف عزيز كريم. كيفك اللي ناسبك راح تقوله. الله يسلمك. بالنسبة لمشاركتك في شاعر المليون، بالضبط، كيف جاءت فكرة المشاركة؟ من شجعك أنك أنت تروح تشارك؟ ورأيك في هذه البرامج، هل هي تخدم الشاعر أم لا؟ والله طبعا مشاركتي برنامج شاعر المليون كانت قديمة جدا. نعم. قديمة قديمة جدا، تقريبا ما كنت أطوف 20 سنة، اللي تقريبا هي 2009 أعتقد 2009. كشاب طموح، شاب شاعر بداية الشعرية، ود أن يشارك حتى لو عنده يعني تحفظ على بعض سياسات البرامج، لكن ود أن يعني يطلع شيء بداخله، شيء شعري. صحيح. يشارك قدام لجنة محترمة، يشارك قدام ناس أساتذة بالشعر، أيا كان نوع البرنامج. نعم. وأيا كان، بغض النظر عن
أهدافه المستقبلية وبغض النظر عن شنو يطمح له، لكن هدفه كانت وقتها المشاركة. وشاركت بشهر مليون اللي هو 2009 و2010 وانتهت المشاركة الحمد لله، لغت استحسان وكنت صغير سن وأثنوا على الشيء هذا وانتهت المشاركة، ما حالفنا الحظ والحمد لله. ويبقى شاعر مليون شاعر يعني برنامج مميز، برنامج له. هل اختصر عليك مسافة؟ عرف الناس بعبد العزيز فايز، انت تشوف نفسك بالتجربة هذه؟ والله للأمانة لا، يعني ما عرف. لو نعاد فيك الزمن تشارك؟ لا ما تشارك ابدا. يبدو ان عندك موقف خاص. مو موقف، لكن يعني الشاعر لابد انه يتجه اتجاه ثاني بعيدا عن البرامج هذه. انا اعتقد حاليا ما تأيد البرامج؟ لا مو أيد البرامج، لا بالعكس انا مو ضد اللي شارك، لكن انا لو شخصيا عبد العزيز فايز يرد فيني الزمن اشارك ببرنامج معين، ممكن اني ما اشارك خلاص، لان اتجهت الى طريق ثاني غير طريق البرامج. طيب شو تختارنا من القصائد نسمعها عبد العزيز؟ يقول مع دمعي البراق ومع صوتي الرعاد، تموت الخطاوي ولما الحبله قصير، انا الليله الليله ماني بحالي المعتاد، قدا وجهي الشاحب عقب ما هو النير، لو ان صوتي المبحوح وقت السوالف فاد، مطبطب على صدره من الضيقه الخير، الاسياد مختاره ويكونون يوم اسياد، بس ان السنين تطب فينا وتتخير، تطير الحظوظ وبندق الصبر بالمرصاد، لكنه يذريها الفشق حلمي مذير، صديقي صديقي هو الاحساس له دخل بالميلاد، او ان النفوس تغير اللي ما يتغير، انا لو بيدي يصنع لاسمك الامجاد، لكن ماني العاني لكن ماني بحير، وانا اذكرك واحد لو يعيدون ما تنعاد، بس الحين احسك في خطاويك مسير، كبرت وخطاويك من بلاد لين بلاد، صديقي صديقي ماني بمجبر مخير، فتحت الضلوع ولاني الناس يا الجحاد، تبي تسير الليله او ان ما تبي تسير، يقولون متغير وما هو على الميعاد، وانا اقول لا والله ما هو متغير. سلام. صح لسانك، صح لسانك. اكثر شيء يستفز عبد العزيز ويخليه لازم يكتب قصيده على هالموضوع شنو بالضبط؟ والله انا ما يستفزني شيء معين، طبعا استفزاز داخلي بس، يعني كشاعر يعني ممكن يشوف حدث معين، بعض الشعراء طبعا ممكن يشوف حدث معين انا عاوز اكتب على الحدث هذا، انا ابي اكتب على الحدث هذا، انا بكتب على الامر هذا. انا شخصيا ما اشوف ان الشيء هذا يثيرني انا، يعني الشاعر ممكن القصيده هي اللي تكتب احيانا، ممكن القصيده يقول انا بكتبها حاليا، انا بكتب الامر هذا، انا بكتب الشيء هذا. طبعا اذا ما في موقف محدد هو اللي يثير عبد العزيز يخليه لا ماكو يستثيرك انك تكتب في لا ما اعتقد انك تكتب في كل المواضيع، المواضيع اللي تهمك اكثر شيء، غزل، اجتماعي، وطني، ولا تكتب في كل الالوان؟ والله الشعر جيد طبعا يكتب كل الالوان، هذا امر خالصين منه، لكن كل شاعر له يعني توجه معين. صحيح. اي نفس على سبيل المثال المذيع، كل مذيع له توجه معين، مذيع اخباري، مذيع كذلك الشاعر، يعني في شاعر ممكن يجيد بالغزل اكثر من يجيد بالاشياء الاجتماعيه، وشاعر يجيد بالوطني اكثر من يجيد بالغزل. طبعا المواضيع اغلب المواضيع يكتب عليها الشعراء واللي يكتب عليها انا الغزل والاجتماعي. طبعا 70% غزل 30% اجتماعي. خلينا نسمع من 70% شنو تختار لنا؟ ابشر. يقول الشعر ارضي ودمي ولمعه سماي، الشعر أرضي ودمي ولمعة سماي، عادها الشعر لو إن الحلوق كثرت، كن في صوتي المبحوح دقات ناي، جابها الليل من عقب الغياب وسرت، مرتكز والحظوظ الجرد كانت عصاي، كم حرثت السنين وغيمتي ممطرت، راعي الجرح قدامي وجرحي وراي، كم نويت المفارق والمحبة ضرت، لو الأحلام سكتها على مشتهاي، كان دمعة عيوني في عيوني صغرت، يوم عصريتك قهوة وسكر
وشاي باعت الشمس من لون القديم وشرت يا سناها ثلاث شهور رايح وجاي لين ما وجنتي من سالفتها ضمرت قبت لكن غيابي ما يجرد عطاي لا حضرت المحبة بالكفوف احضرت غيرتك الشهور وما تلبي نداي آخ لو تدري يا لشهور وش غيرت ألف كلمة منا لو جاع تمشي وراي اكسرتني الهقاوي والليالي اجبرت مو معاي بشعورك لو بجسمك معاي المحبة كبرت والله الظروف كبرت خابر عيونك الثنتين تقرا شفاي ليه ما سلهمت وحدها بحب وقرت التكسر بوجهي وتبتسم في قفاي ولا انا ضحكتي وياك ما قصرت حادي العيس من ليلها معدي حداي ما دريت بدموعي والخرايق درت حادي العيس من ليلها معدي حداي ما دريت بدموعي والخرايق درت كان قلبي جمل بعته عليك برضاي طاح منك والسكاكين في الظهر اكثرت اسهرت عينك القهوة وسكر وشاي ولا انا عيني الجرح السنين اسهرت صح لسانك صح لسانك صح لسانك الحديث معك جدا ممتع وشاعر ما شاء الله تبارك الرحمن جزل وانتقائك للكلمات وقصائدك وربي يوفقك ان شاء الله لكن قبل ان اختم ابي الديوان اتكلم عنه قبل لا اختم في هذا الموضوع بتكلم عن هذا الديوان وفكره اصداره والله طبعا ابو تركي فكره اصدار الديوان فكره غريبه جدا شلون وصدفه الامانه طبعا الديوان هذا صدفه صدفه طبعا الديوان للامانه انا اتجه الاستاذ قدامي واستاذ لازم يوجهني بالبدايه اتصلت على الاخو رعد الشمري طبعا صاحب مكتبه ودار تقاسيم للنشر وقلت لابو سعد انا بصدر ديوان والى اخره طبعا هذا حكي 2013 او 2012 قال اوكي عيز فكره جميله لكن ما في ربح مادي قلت مهم المادي همي ان اصدار الديوان كفكره وكانطلاقه للشاعر وكتسجيل رقم صفر والانطلاقه بعدها قال اوكي عيز مو مشكله خلصنا الديوان خلال شهر شهرين طبعا دخلت المعرض انا اتمنى ان 100 نسخه تروح بس يعني 100 نسخه من الديوان اقول ان شاء الله انها تعدي والحمد لله أن بالمعرض الأول في معرض الكويت 2014 1200 نسخة راحوا من الديوان ما شاء الله تبارك الله طبعا طبعا الأولى كلها ما شاء الله هذا الطبعة الثانية الطبعة الثانية هذا كم قصيدة تقريبا يضم عبد العزيز 18 قصيدة 18 قصيدة بالضبط في شيء القصائد مثلا أحداث لهذه القصيدة مناسبة هذه القصيدة ولا على طول كلها قصائد والله لا يعني الديوان مقسم في قصائد والديوان في أبيات والديوان في يعني قليل من النثر طبعا لازم نطعم الديوان بأشياء عسى الله يوفقك إن شاء الله ومن الأعلى ونشوف ديوان صوتي بعدها إن شاء الله في ديوان صوتي بطريج ديوان صوتي لا ما مو معه مستحيل حاليا مستحيل مستحيل شيلات متحفظ على مراده لكن ممكن مو المراد لا تاخذ موقف من الحين ما ردت على الايام ممكن تغير متحفظ انا ما قلت لك معه وضد عبد العزيز فايز انا سعد جدا تشرفت باللقاء معك اذا حاب من كلمه بالختام وقصيده نختم فيها من اختيارك لكن شنو حاب تقول بالختام طبعا اشكرك اخوي راشد واشكر الاخوان اللي خلف الكاميرات كلهم والاخوان اللي داخل بالاستديو طبعا قصيده يقول ما بين الهدوء وزحمه الناس وفكر الناس أجيلك من خلفي أجر ركبر أحلامي ما جيت أرضي على أيام أو أرضي على إحساس أنا جيت أدور بك عمر ضاع قدامي سنيني شجر وكفوفك وخطوتين كفاس تبي تسرق الليلة من أيامي أيامي بكيت وعيوني بالمواقف قوية باس لكن وجهك أكبر من عيوني وآلامي تخيل أنا خايف من البرد والنسناس كثر خوفي الليلة على وجهي الضامي بدونك أنا عمري صدر ممتلي هوجاس وأحس الشتاء والخوف في داخل عظامي بدونك أنا للجرح أرض وسماء
ونبراس وخيابك يجفف قاعي ويقطع عوامي. أنا السامي اللي ما يهزونه الجلاس، لكن بغيابك ما بقى واحد سامي. يا ليت الحبر ما طاح في وجنة الكراس، ولا جابني لك شعري وحضرة الهامي. أبي إحساس هاللحظة ولو جزء من إحساس، قتلني المكان وحشة المنظر الدامي. ما جيت أنتظر أو جيت أدور بوجهك ناس، أنا جيت أدور بك عمر ضاع قدامي. سلام.